سالا عطونا المفيد، عطونا المفيد صات انت السميري كان صد باغي كونفرجن خايبيله على لبنان كيفاش خايبيله نجيبو الكونفرجن بجوج دولار في امريكا. وكاين واحد البنات اللي باقين دايرين اش كدير اختنا في حياتك؟ وانا قريت وجالسه كنتسنى الراجل فعلمك دخل سوق راسك ولا دواو عليك تمشي دير ديك هكا وتخبى فهمتي وتبقى هكا وكلاشوني وتهرب من الكلاش وما عندك ما دير بالحقاد وما عندك ما دير لا وكلاش بحال هكا سطر راه الا الا جاوبتي الا جاوبتي مشات اهم حاجه واخطر حاجه في هذه الحياه هذه مشات لك الانرجي والانرجي راه كتشرب بالفلوس اصاحبي الانرجي راه كتشرب بالفلوس راه بزاف ديال الناس راه كينوض مع الصباح عرفتي كي داير دايرها وعايش في الحياه وبزاف دابا راه كيتفرجوا فيها تيعرف راسو راه في طاري لهادشي علاش لانه هاكا الفاكين فلوس اللي درت في 12 شهر الاخرى كانت بحال هاكا فهمتي ديك اللعبه ديال كنخلصوا في الكونفرجن شي حاجه خياليه نقول لك ان الكونفرجن وحده كنا كنخدموا عليها في فيسبوك كنصرفوا 400 دولار للكونفرجن باغيين نجيبوا الكونفرجن على 400 دولار وجي انت نفسني انايا قلت تمايا انا باغي نجيب الكونفرجن 6 دولار فهمتي 400 دولار يعني كتشرش من كاع الكمبيوترز كاملين وانا راني والو على حقيتاش كنعرف المادافاكرز الريال كوم اول مره نجي نقول هاد الهضره هادي على حقيتاش كنعرف المادافاكرز الحقيقيين اللي خدام على 1000 دولار في الكونفرجن واللي خدامين على 2000 دولار في الكونفرجن واللي خدامين وهادو هما اللي كيكومبيتيوك وانت جالس في امريكان صد باغي الكونفرجن خايبيله على لبنان كيفاش خايبيله نجيبو الكونفرجن بجوج دولار في امريكان صات تجي تجيبها اليوم وتجيبها غدا ما تجيش تجيبها بعد غدا يقدر تصدق لك نهار يومين ولكن ما تجيش تجيبها بعد غدا وما تجيش تعيش الا ما كانش عندك شي بيزنس كتصرف به اليوم وغدا وبعد غدا وبعد بعد غدا على حقيتاش مراتك ولادك باقي كيتسناوك تصرف عليهم مراتك ولادك ما تجيش دير لهم المبيعه بجوج دولار وتصرف عليهم وغدا تجي دير المبيعه بثلاثه دولار وتصرف عليهم والغد تلاقي تجي تشكي عليهم تقول لهم تقول لك فينا 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 يا ربوطه الراجل تقول لها راه ترى على الفيسبوك راه طلع لي الكوسبرز الاخوان كنضحك باي دوي غنرجع للمعقول المعقول وهاد الجمل الاخرانيين ديال الولاد وكذا وسميتو كنضحك على حقاش البنات اللي كوم هاد الهضره هادي على حقاش فهمتي دابا البنت في المغرب كتبان ليا باقا عندها واحد العقليه ماشي الاغلبيه كاينين البنات فهموا الوقت شنو خصها وماضيه تبارك الله وكاين واحد البنات اللي باقين دايرين اش كدير اختنا في حياتي وانا قريت وجالسه كنتسنى الراجل فينا هما بهاد السمانة هذا كاع ما بقاو قلال وكاع لا كنفترضوا ان هاد المادافاكر هذا كاين واش علاش دابا علاش انت في نظرك راه ممكن باش ندويو بصراحه كاين اللي باغي يتزوج هكا شي وحده هكا صافي وشوف حسيتو بهضرتي بان كندورها بزاف راسي عاد كنقولها الحقيقه عندنا واحد الفاكين كالتر ما كتخلينيش ندوي على راحتي وانا ديما كنحاول نحترم الكالتر وكنحاول نحترم المادافاكرز اللي كيسمعوا لي فهمتي معايا ما اما انا عزيز عليا ديك ولكن ما قدرتش ندوي على خاطر المهم خلاصه القول سراختي تحركي ما نقدرش ندوي سراختي تحركي ما بقيتش تسني الراجل فهمتي لا ولادي غادي تطيح حياتك كتسني وهذا ما كان وكما قلت الاخوان وهذا هذا حاجه وحده المحامي السطر راه كي طلع علاش تخدم عرفتي صاحبنا بنادم راه واحد خونا كان قد واحد السيت ديال البناوات كيبيع البناوات ما عادش نقول سميتو في هذا اللايف يقدر اللي قال لي اوكي هاني نقولها في اللايف الجاي نقولها قد واحد السيت ديال البناوات في المغرب اكثر ديال الناس كيتحنسر في شي عبار ديال البنو ديال الطوموبيل كيمشي كيكتبو في جوجل ما كيلقاش اصاحبي تتمشي انا مثلا كنت محنسر في واحد البنو ديال الطوموبيله ديالي في المغرب فاش عند بيريلي هادوك الشركات كاملين فهمتي سلام كاين هاد البنو لا ما كاينش طلبوه نجيبوه لك من هنا سيمانه سلام كاين هاد البنو دا تسنى من هنا سيمانه سلام داك تا كاين هاد البنو لا ما كاينش المهم بقينا تمايا حاصلين تمشي تقلب في الانترنت
وشريت بنو ماشي شريته كومونديشو وجاني من كازا جا لمراكش جا لمراكش وركبوه ليا. ومن بعد كنكتشف باللي الصاط اللي مقاد داك السيت اللي كيبيع البناوات انه دري صاحبي صور انه مريح معاه شحال من مره وتقهوت معاه شحال من مره وجلس معاه شحال من مره وشفتوه معايا في 70000 ستوريه انا مول السيت دري صاحبي. ودي صدمني من بعد ملي نعاود له الستوري قال لي فراس شكون هو داك السيت شكون هو هذا المدفكر هذا هو انايا. الصاط كاين بزاف ديال 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 المشاكل الناس كتعيشها يوميا عطى الله ما يدار ولكن انت باقي فهمتي سلام عطونا المفيد عطونا المفيد صات انت متفرج رجع تفرج ما تعلمتيش الكلمه ديال المفيد اللي تجي تقولها للناس الحق باش تقال المفيد انت ما كنتيش حاضر وماشي كنتي كتسمع ولكن ما كنتيش كتصغي ما كنتيش طالق ودنك مركز في اللي كيتقال ما مركزش معاه كون ركزتي كون ركزتي كون خديتي المفيد ولكن ما كتكونش مركز مع الهضره تقالت قدامك بلا وراك فيسبوك ادس من الاول حتى الاخر ولا كيفاش تقاد السطور وراك كلشي السطوريات ديالي فيهم كاع داكشي اللي تحتاج فهمتي سميها اللايف ماستري هاكا سميها الفاكين لايف ماستري داكشي اللي تحتاج في الحياه كامل باش تغير حياتك كامل تقال في السطوريات. ولكن انا الساطا نقول لك واحد القضيه عاجي عاوتاني اللايف الجاي ودوز حياتك كامله كتجي لي كلك او بين المفيد عطوني الجديد الصاد خدمتي حتى بالقديم عاد بغيتي الجديد اصاحبي سير خدم بالقديم اصاحبي راه باقي ما ماش الناس راه داكشي اللي ديال كليك بانك اللي كنت كنخدم به في 2011 راه باقي خدام لي مايل ماركتينغ باقي خدام الفيسبوك ادس خدمنا به في 2010 باقي خدام كل شيء الصاد باقي خدام اشنو اخر جوجل ادورد باقي خدام شنو حاجه اخرى اللي بقى اهم حاجه بقى خدام الحاجه باش كتخلص الفلوس على حقاش الا كنتي داير فيسبوك بيج وكان عندك ديك الساعه الريتش في 2012 وكنتي ملعلع واش تحس انت هو با حاليا بكل رجوله ودراري صحابي وكنقول هذه الجمله هذه قدام وكنحشمش واللي عنده 10 المليون فيريفيد وراه غادي يكون حاضر في العربه في ليات الصامت بالمناسبه 10 المليون باج امريكانيه و10 المليون فيريفيد وكان فهمتي ديك اللعبه ديال تحس براسو مسيطر على الكون حاليا انا صاحبي كيشحج حاليا فهمتي راه فهمتي كان تيدير 300000 دولار في الشهر في ادسنس فهمتي ديك اللعبه ديال هاكا عرفتي ديك اللقطه ديال الكليبات الامريكانيين ديال هاكا ديك الساعه كان كيدير لهم هاك حاليا انا الساط راه فهمتي ديك اللعبه ديال عايش حدو قدو 300000 ما بقاش ولات 5000 6000 تخيل معايا من 300000 نزلتي لهاد وليتي كتشحت بالرجوله هي هادي داكشي فاش كتخلص الفلوس داكشي فاش كتخلص الفلوس هو اللي كيبقى داكشي اللي فابور كيسالي شتي الا كنتي كتخدم بشي ميثود فابور وسمع هاد الهضره مزيان الا كنتي كتخدم بشي ميثود فابور كتدخل بها الفلوس يحاول تجمع ودخل لجيبك باش من بعد تلقى ما تانفيستي على قلتش لك كنت كتسمع هاد المدفكر ديال الطريقه المجانيه الطريقه كذا كيف تجلبوا الترافيك مجانا الطريقه السحريه الطريقه ان ساوريك الطريقه كي تربح 20 دولار في الساعه الطريقه الصا داكشي راه ما خدامش علاو شوف ربي وما خلصتي لا درتي في شي حاجه في حياتك من الاخر على حقاش فيسبوك علاش نزل الريتش باش تمشي تخلصوا باش تشري الريتش يوتيوب لازم نزل الريتش باش تمشي تخلصو باش يزيد لك الريتش صافي خصك تخلص الصاط خصك تخلص هادي ماشي علموهاش لك حتى في المدرسه الحاجه الفابور ما عمرك تيق فيها على حقاش تصور صاحبي انت مشيت انا شخصيا مشي شحال من مره كطرا انا في الطيران كتدخل تندخل ستاربكس السلام عليكم بغيت هاد القهوه هادي تقول لي هاد الحلوه هادي اليوم فابور تنقول ليه لا شكرا تنقول الصاط راه جي بيته وبغاو يتفكوا منها صاحبي هادي علما ان ستاربكس هذا ماشي شي محل في راس الدرب كلاش واحد خونا كتب كلاش لواحد خونا انا ما كلاشي حتى شي واحد وما عنديش داك الشيء ديال نجلس نكلاشي هذا هذه كلاشي هذا كلاشي هذا فهمتي هذا ماشي معناه فهمتي ما حاليا ما كلاشيتش وما عادش نكلاشي شي خونا ولكن النهار غادي نكلاشي ما عادش نكلاشيش بفمي غادي نكلاشي بنادم غادي نفرعو بالاخر والكلب اللي تينبح
ما كيعطش هادي الهضره نقدر نقول. اما بفمي ما نكلاشيش، انت فهمتي راه كلاش الخونة، وانا راه ما عمري ما غادي نكلاشي بفمي. الحقيقه انا كنبغي نكلاشي بالخدمه، وانا عارف كيفاش غادي نكلاشي بنادم، وغادي نفرعو من الاخر، ماش نكلاشيش بالهضره. انت فهمتي راه كلاش، انا كنحضرك كنقول لك الصات ما تضيعش وقتك، تسنى تبوستي في فيسبوك وغادي تربح، وتسنى تبوستي في تويتر وغادي تربح، تسنى تبوستي في كذا وغادي تربح. الصات هاد الشيء هاد راه خاوي، خصك الصات هاد الشيء اللي كنتي راه كاين، ماجيش تربح بزاف، ماشي غير ديتي 1000 دولار في النهار 2000 دولار في النهار بهاد الشيء هذا، ما يمكنش، ما كاينش، ما يمكنش. خصك تميز الصات غادي دير هاد النيفو هذا وتفوتو. اما فهمتي ديك القضيه ديال شحال واحد يقول فلان كلاشك فلان كلاشك صاد، ماشي هكا ماشي هكا ماشي هكا تتخاد الحياه. فلان كلاشاني اجي شنو النوض تاع حنا نديرو رطاح حمال واحد كلاشي من الليل اخر كيرد عليه من الليل اخر صاد. خاص تعرف حتى هاد القضيه تستعملها، شي ملي كيكلاشك شي واحد تيعطيك لينيرجي، هي جيف يو سام فاكين انرجي، كتاخذ ديك لينيرجي كتحرك بها باش تخدم بها. الا مشيتي تدويتي بفمك وجاوبتي بفمك مشات ديك لينيرجي، عرفتها هادي كلاشك شي واحد قال لك ما فيديكش ضحك عليك دوا فيك ما تجاوبش خليها فيك، عرفتي نفترضوا انه بحال قلتي جا غرس فيك، نفترضوا هاد لوكاد ماشي حتى دوا فيك وكذا، جا غرس فيك موس كنتي ديك داك خلي فيك ديك سير خدم بها. عرفتي الا خدمتي بها الصاد فين غتوصل؟ غتوصل بعيد. ولا بقيتي داير لي ديك السياسه ديال الحمام اللي تيعلموك في البلاد ديال الاخر كيدوي من اللي انت كترد عليه من هنا، الاخر تيدوي من هنا تترد عليه، صعب ما تردش. والكلب اللي تينبح راه ما كيعدش، ولكن كون من دوك الناس اللي ما كتنبحش، ولكن نهار راه نهار. اجي لي نوصيك الصاد صراني، راني كنشوف في الماركت كنشوف في الاول ديال الشيت، بالعكس يعجبني داك الكلاشي يعجبني كذا، تيعجبني تاخذ صور تيبدلها تيقد عليها شي حاجه فهمتي تيطلعوها في الجروبات وكذا، تيعجبني داك الشخص فهمتي. انا كنشوف وما كنجاوبش فهمتي، تنخليه عندي فهمتي. هذيك هي هذيك باش هذيك باش كتحرك. ولكن الصاد هادشي ما علموهش لك في المدرسه، حنا باقيين كندويو على في المدرسه، ما علموكش البيع ما علموكش كذا، في المدرسه علموك تدخل سوق راسك ولا دوا عليك تمشي دير ديك هكا وتخبى فهمتي، وتبقى هكا وكلاشا وني وتهرب من الكلاش، وما عندك ما دير بالحقاد وما عندك ما دير لا الصاد. خصك سام فاكين هيترز، خصك الهيترز، خصك شي ناس يحقدوا عليك. الا بغيتي تزيد في حياتك القدام خصك الحقاد، خصك شي ناس يحقدوا عليك، خصك شي ناس ما يحملوكش، وهذوك الناس تيكونوا هما السبب انك كتحرك. ولكن شكون اللي تيعلمك هادشي؟ انا يو نيد سام فاكين هيترز ديال جراند كاردون ماشي ديالي، فهمتي؟ هادي ديال ماشي ديالي، هادي ديال جراند كاردون. We need some fucking haters. وتا هو قال لك حتى هادي ما كيعلموهاش في المدرسة، وكيعجبونا هاد الجمل اللي كيساليو ماشي يعلموهاش في المدرسة. You need some fucking haters. شي واحدين حاقدين على دير امك، خاسينك وخا تشريهم بالفلوس. فهمتي الصاد؟ خاصك تشريهم بالفلوس. خاسينك ما يمكنش الصراحة. أنا شخصيا اللي محركني هما الفاكين هيترز الصاد. عرفتي صاحبي راه إلا ما نطش مع الخمسة الصباح يقدر يطيح لي شي هيتر في راسي ونوض بحال هكا ونقول لا لا قفل على قفلتي، غادي نوض وغادي نمشي نخدم وغادي ندير اللي عليا. صاد انت ما تيتسالك حتى شي واحد شي حاجه، ما كدا انت بخير كدا، بالسياسه ديال المدرسه ديال خصك تراضي كل شيء فرحان غادي عايش جنب الحيط كدا. والسياسه ديال الحمام حتى هي ديال قال لك هذاك خونا حمار حتى انت حمار هو باك طا 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 فنجي كتقص تجاوب الصاط. ما واكلاش بحال هكا الصاط، راه الا الا جاوبتي الا جاوبتي مشات اهم حاجه واخطر حاجه في هذه الحياه هذه، مشات لك لينيرجي، والانرجي راه كتشري بالفلوس اصاحبي، الانرجي راه كتشري بالفلوس. راه بزاف ديال الناس راه كينوض مع الصباح عرفتي كي داير داير وعايش في الحياه، وبزاف دابا راه كيتفرجوا فيها تيعرف راسو راه اختاري لي هادشي. علاش؟ لانه عايش في وسط واحد الوسط ديال اللي جا كيمص منه وتيدوي بزاف كيدوي بزاف. انا الهضره كامل كنقول ما عندها حتى شي علاقه لا تتنص ليها الانرجي ديالي عرفت نعرف اش كنقول، تيدوي بزاف بغيت ندير وبغيت ندير واجي ندير، ما تقولهاش للناس صحاح
كون جيتي قلتيها لي انا غادي تضوب لك في جوج، غتولي ديك الانرجي اللي عندك في جوج كتمشي عند الناس الغلط. انا بغيت ندير وبغيت ندير طريحه عصير اش عندك ما دير اسبقوك عليها، انت تكون بحال ولد حميده. ولد حميده وما تفروش تجي انت من وراه تفرو انت الصاد صايي فرشخك كتمشي عاوتاني كتشعل الجزيره. واليوم قتل القاشا خجي يا سفاره تمشي للفيس اللهم ان هذا ماش دخلك انت في هذا، ما هذا دي دوله مضاربه مع دوله ماسي اي ما انتش دخلك في هذا، انت ما عندك الدرب انت واحد ما خط تدرب في لافير بوستيتي في الفيسبوك ما دويش كيجيو الخوت تحتك في الكومونتير اه لا والله الا زعما كدا زعما راه يجي يحرروا هما القضيه واجي يطلعوا هما هما يجي يطلعوا الملفات اللي جايه غادي تطلع تا ديك البلاد والله ما بلاد صاد صاحبي انت صاحبي دواركم دواركم على في الروينه ما قدرتش قادة تعالج مشكله طاريه في تركيا صاحبي. وما بين داكشي داكشي فهمتي داخله في المخابرات ديال شحال من دوله والروينه صح وكتضيع الانرجي ديالك كتمشي حياتك بحال هكا. هاد الموضوع هذا جبدتو فهمتي وحاول تجبد واحد الطريقه سطحيه ها ما خاصنيش نضيع فيه لان ما خاصني ندوي ما خاصنيش ندوي عليه. كدوز حياتك صاحبي بحال هكا كتمشي عاوتاني تطريح مع خوت في راس الدرب كتكمل الحشيش صاحبي. والحشيش هو اللي تيساري مع بنادم فهمتي الحشيش على حقاش عندي صحابي كانوا عندي سام مادافاكرز مادافاكرز باحترام على حقاش كتسمع كنقول مادافاكر على المنتور ديالي وكنقول مادافاكر حتى على الناس اللي ما فيتجاوبش. كانوا عندي سام مادافاكرز صحابي اللي كيطيروه اللي كيطيروه السطر شي كيطيروه المستوى الذكاء ديالو تاع الاي كيو ديالو مع ديالي ما نجيوش فهمتي ديك اللعبه ديال خوتنا كيطيروه. صافي دارت الفلوس كدا بداو المخدرات بدا الحشيش مشاو على حقاش الصاد كي شوف تي بلان يا جيجي ولكن راه ما يقدرش يدير فهمتي على حقاش الصاد شنو باغي يدير. حنا كندو على واحد الانرجي ديال باش تحرك الصاد راه هادي الضرب جوينه ديال طري. انا شوف بالمناسبه شنو كيعاودوا اليوم انا ما عمري كميش ما عمري شربت ما عمري سميتو فهمتي وسول عليه الدراري صحابي يقول لك هذاك المدفكر ما عمر فهمتش كنريح. شوف كنت ساكن مع الدراري صحابي جوندار بالمناسبه كنت ساكن معاهم فهمتي وكنت كنت كنت الدنيا بخير والدنيا مزيانه والكارو ما تيحبسوش كارو تبع كارو بسبب الضغط ديال الخدمه ديالهم طن 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 تفهم داكشي. وكان ديما باكي يطلق كارو ديما حطيت يقول لي بنادم يقول لي هاك ما الصاف لا كنت عايش مع بنادم اللي كانت عنده الثلاجه عامره بالشراب 24/24 منهم الدراري صحابي اللي قلت لك راه تيطيروها في السماء وكانوا فواصلين في الخدمه ديالهم عرفتي كانوا كيديروا صعب اول عمر ديالهم قليل كان الدراري دف 19 عام من ود الروينه صافي اون فوا باش يضرب الجوين مشى سال الفيلم الصاف لان حتى انت هو براسو كيعاود ليا لان هذا صاحبي كيعاود ليا كلشي بصراحه ما يكذبش عليا قال لي اخي السي مو عرفتش اخي السي مو عقلتي هذيك الايامات ديال الانرجي اللي كنا كنريحو قدام السي محمد زيزو كان بلاني واجي نديرو النفس الرابيد شعر ونفعلو وكدا ونديرو سيت تاع الابلود ديالنا كبير ونتقاتلو طططط ولينا او كنا قدنا سيت تاع الابلود وطلعنا حتى شي 10000 اليكسا كانوا عندنا احلام كبيره وكنا كنتقاتلو هذا حتى هو كان فهمتي وديك الساعه بحال قلتي هو تيفكر هنا انا كنفكر غير هنا هو هارب عليا في التفكير ديك الساعه فهمتي هو هارب عليا في التفكير بزاف داك الدري. ومن بعد تنتصدم فيها صاحبي قال لي اخي السيم وراه اخي بحاجه نقول لك راه هي هذه فهمتي راه هي هذه العشبات راه خطير لان فهمتي كاع ديك باش تحرك الضربه الصاد ترتاح ديك العصافي علاش الصاد تحرك انت راه تملك الدنيا وما عليها صاحبي. واش عمر شي واحد ضرب شي جوان هذا الشيء غادي يفرشخ في عباد الله ما يمكنش عمر شي واحد شي جوان وحقد على القدمه وبغى يسالي خدمته لا صافي فهمتي علاش واحد انت تيجي عندي تيقول لي راه شي واحد مضرب بالسيوف انا طلع شي حشيشيه كنقول لا دوك كل عليهم سكيري ماشي حشيشيه على حقاش كون كانوا حشيشيه وضربوا الجوينه شكون نعسوا كاملين وتهنت الوقت فهمتي هذا عناد الدري هذا كيقول لي صافا الصطا تنجير 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 كنرجع حتى كنسقسي فيه في دارهم تقول لي الوالد ديالو راه ما كاينش خرج مع الدراري صحابو الدراري صحابو كنعرفو هما اللي خرجوا عليه كنمشي كنقلب عليه تمايا في المسيره واحد كنمشي تلقاه فهمتي داير سيتيفا طاك 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 داك الجوان غادي جاي فهمتي تنجرو تنقول لهم درا درتي داك اخاي السيم وراه ملي مشيت وانا ناعس الصاط راه على حقاش صافي فهمتي راك وصلتي لقمه الهرم كاين داك الهرم ديال الماسلو بحال هكا
اول حاجه كتقلب على الماكله وتعيش سيرفايف، ثاني حاجه كتقلب على شي دار فيها عاجبين تخبع وكذا وسميتو، ثالث حاجه وغادي داكشي طالع. يعني ممكنش تدو مع شي واحد على الحب وكذا الا ما كانش في الدرجه الثالثه، ممكنش تمشي عند شي واحد ما واكلش ما معشيش ما لاقي ما ياكل تقول ليه، تقول لها الصاد راه كاينه واحد المشاعر زوينه كاين الحب والزوجه ولا تقول لك الله ينعل لك الوالدين حنا كلينا بعدا نشوفوا الزوجه والاولاد وهذا الشيء، فهمتي؟ يعني قصدوا على كل واحد في المستوى ديالو. ولكن المشكله اللي كطرى يا خونا راه يكون كاع ما ما ما, ما لاقي ما ياكل، فهمتي؟ ما لاقي ما ما, ما, ما لاقي ما ياكل وما لاقيش فين يبات، ولكن اون فوا يضرب العشبه يطلع غادي يطلع لفوق الهرم، فهمتي؟ يطلع غادي يطلع لك فوق الهرم، غادي يطلع لفوق ما بقاش بغي ينزل حتى يمشي المفعول ديال العشبه. صافي تلقاه فهمتي دار بش على كاع دوك اللي لتحت بلا ما غادي نقول شنو دار. اي فريمون والله ديك اللعبه ديال اللي يقدر انت تبان ليه يقول صعب انا احسن من هذاك. ولكن اصلا ما جيش ما فهمتي ضيع حياته وضيع على هذا اللي يقدر فاكين انرجي ما تضيعهاش الصاط ما تضيعش الفاكين انرجي ديالك فهمتي. وبزاف ديال الناس ديك الانرجي ما تجاوبش في الهضره كلاشك الصاط هي جيف يو هيز انرجي عطاك الانرجي ديالو شكرا الصاط. ولكن الا كنتي كتفكر بهذا الفاكين مايند سيت اللي كنحاول ندوز لك الصاط كلاشيني سبني كدا راه نتوما اللي طالعين هذاك خونا ديال غدا لا يفرحكم كاملين بالخدمه نتوما اللي صنعتوه هو ما دار حتى حاجه صاط. يو نيد سام فوكين هيترز هذوك الهيترز ما عندكش خص تصنع فهمتي بحال الجراند كاردون كينصحك تيقول لك فهمتي يو نيد تو كرييت سام فوكين هيترز. وين فوا جيت تمشي تحرك دير شي حاجه زوينه في حياتك اجي حضروا هيدير شي حاجه زوينه ما تحتاجش تمشي تقول ليه صاط شحال نخلصك تحقد عليا صاط. شوف غير دير شي حاجه زوينه في حياتك كاينين فهمتي السيستم مقادو السيستم مقادو جالسين بحال هما الخوتنا اللي كندوي عليك تندوي عليهم فهمتي متفرجين جالسين بحال هكا دايرين بحال الرادار طيط 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 هذاك المضفكر بغى يطلع اجي نجرو ينزل اجي صافي نجرو صافي هكا فهمتي. يعني الصاد نتايا تحرك اجي حضر اجي حضر اخوان صارت لي قرعه الماء نجيب قرعه الماء ونرجع احنا جبنا هذا الموضوع مهم فهمتي. هما شوف الله الاخوان لا تنقول فد 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 العام الاخراني راه شاركت ايفري فاكين شيت يو نيد كاع داكشي اللي تيخص والتكنيك مع شحال من دري تيجي تقول لي اخاي سيمو تدوي لنا على كل شيء ولكن ما كدويش لنا في التكنيك. اجي اخويا قول لي علاش ما دويتش لك في التكنيك فيسبوك اد هاك اخويا الدوره ديال بيلال تيها وسر شوفها ليه وخدمها لا بغينا شي حاجه ديالك الصاط. علاش صاحبي انت مرتبط بيا انا ما مساليش نقد فيسبوك ادز وداك الشيء حقاش كاين راسي تجي يقول لي انت على راسي انا الا جيت نقد داك الشيء تجي يقول لي راسي انت حمار لا راسي فهمتي تجي يقول لي انت حمار داك الشيء كاين وكتعاود ولا بغيت كاع ندير شي حاجه بغيت ندير شي حاجه عزيز عليا داك الشيء ديال جيم تلعب كبير دير شي حاجه كبيره ما عنديش مع شي حاجه تلعب صغير تلعب كبير هي غادي نوريك النمبرز ديالنا اوكي بعنا فيسبوك قد ديال المليون دولار ديال مليونز ديال الدولار في 12 شهر الاخره ها انت شوف كدا تضضع ها لي برودوي اللي بعنا ها علاش خدمنا كيفاش اختارنا الصاد هذا الشخص اللي تخلص عليه. وانا ما انا ما محتاجش فلوس حاليا لان الفلوس كتجي مع الهضره فهمتي وسيرتو خدام على ستان فاكين بيج شيت فهاد الشيء فهاد الاخره ديال حياتي خدام على شي حاجه كبيره. وين فوا غادي نبدا نبيع لي كور من بعد ملي تبان داكشي الكبير يقول لك دار داكشي الكبير على دار على دار خوتو فهمتي ديك الهضره الخاويه داكشي الكبير داروا على دارنا لا الصد ما بيعش ليك ما نربط معك حتى علاقه ما تعطيني ما نعطيك ما كدا سير اخويا بغيتي فيسبوك كاين بلال كاين يوديمي كاين كدا كاين كدا انا ما غادي نبارطاجي حتى شي حاجه لان داك النيفو اللي كندوي عليه كبير علاش غادي نوريك الارقام ديالي علاش نوريك المبيعات ديالي علاش نوريك البرودوي اللي خدامين عليه واش نوريك هذاكشي كيديروا ايز رافاير ستون كيتخلص ما كاينش اللي يبارطاجي معاك هادشي كاينش اللي يحليك الكونت ديال امازون يقول لك هاي هذا الكونت ديالنا ديال امازون كما كتشوف التوتال ديال لاست 12 مانث ديال 16 كدا 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 ديال الدولار تطلع ما كاينش فهمتي اللي لو حليتي بارطاجي معاك الانفورماسيون ديالو بحال هكا كيتخلص الصوت ما كاينش شي واحد ما كاينش شي مدفكر كيديرها فور فري ولا كان كيديرها فور فري
ما نجيش تجيبوا لي، ولا كان كيديرها فور فري عرف راه غادي يطلع لك شي كونت ديال امازون ديال كيف تربح 1000 دولار في الشهر من كيف تربح 2000 دولار 5000 دولار في الشهر استعدد النمبرز كاع قلت يدير الناس كدوي دابا بالمليون شحال كدير من مليون واجي دوي ديك الساعه يعني شحال مبقاش مبقاش دابا حاليا حاليا المضافكرز كلشي كيدوي بالمليون مابقيتش كنريح مع حتى شي مضافكر من سميتو مابقاش المضافكرز كاملين تيدوي بالمليون فهمتي علاش نقول لك دوك خوتنا اللي تيكلاشي وهادوك خوتنا راه عايشين في واحد العالم اخر هادوك خوتنا فهمتي محنسرين حاليا تيعانيو ما العالم غادي ليه وما غادي ليه وكلشي غادي عندهم في الداونه الصاط غادي تجي انت بحال قلتي انت غادي كتقاتل مع خوتنا طاكا 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 فراني ترجع علاش ترجع صاحبي سير الصاط كمل سير كمل فهمتي راه انت تفرع بنادم لا تبان ليه في الخط ديال النهايه وشحال راه هاد المضافكر زادو غادي يكونوا غادي يبانوا لك في الحياه بزاف غادي تكون خدام وكل ما كتزيد تخدم وتزيد تافونسي غادي يستفزوك عرفتي شنو هو السبب ديال الاستفزاز ديالهم ليك واش عرفتي شنو هو السبب ديال الاستفزاز ولا يجبدوك ولا كدا ولا شي ديستراكشن باغي يدير لك ديستراكشن باغي يلهيك هو عنده اللقطه في ديك اللعبه ديال تعطلتي ولا فرانيتي ودرتي ودويتي معاه ولا باغي يلهيك الصاد كل ما تلهيتي كل ما ضيعتي الوقت في صالح الهيترز ماشي في صالحك صاد الهدف الهي ماشي الهي عوما معلم صاد شنو تنقول لك ما تبقاش تبقاش تمنيت اصاحبي تمنيت كون كانت عندي هاد الفاكين مايند سيت شحال هادي تمنيت ولكن اصاحبي راه تحاول تيمبروفي راسك انا باقي تنامن بلي باقي غادي نزيد ان شاء الله نتحسن لحقاش الناس اللي كنريح معاها فهمتي هاربه عليا انا تحسن مني باقي كنزيد نطمح باقي كنزيد نتقاتل باقي يومين كنتعلم باقي كنتعلم عليك كنقول ما بقاش تقول لك اللعبه ديال انا راني عارف راه اكثر حاجه كتخرج عليك هي ديك انا راني عارف انا راني فاهم دوي معايا انا نقول انا ما عارفش انا راني ما فاهمش ما عارف حتى حاجه وباقي كنتعلم هذا هو الفرق ما عمر تقول انا راني عارف اجيش عارفه وعارفه وما درت شي والو في حياتك وعارفه وعلاش ما درتيهاش جاوب المضافك ملي عارفه علاش ما درتيهاش باقي شي حاجه اخرى الهضره عارفه وعارفه علاش ما درتيهاش وكما قلت في المثال الاخراني على المتكبر وداك شي حاجه اخرى هي راه فهاد الحياه تحتاج عباد الله خاص تمشي عنده مزيانك تقول لهم فلان انا محتاجك الشيطان اجي تسالي اللايف جوج دقائق صافي انا نسيت راسي بقيت كندوي حتى كملت الساعه هاو طلع لي ميساج انا باللي راه بقات هنا جوج دقائق اجي سالي طلعوا لي فراسكم تبارك الله عليكم كما قلت فهمتي بغيتي تفرو في حياتك خاصك تعلم البيع ذا فاكين ماركتينغ خاصك تعلم البيع بغيتي تفرو في حياتك دير في شي حاجه في حياتك خاصك تعلم الماركتينغ ما درتيش ما تعلمتيش الماركتينغ ما دير حتى حاجه في حياتك وسمح لي يا اخاي من الاخر واش ما تعلموهش لك في المدرسه جوج خاص تحافظ على الانرجي ديالك العالم كامل حاليا داير على الانرجي كاين بزاف ديال الحاجات بغاو يمصوا منك ديك الانرجي ديالك فهمتي التلفازه جرائد الهضره خاويه فراس الدار سام فاكين فريند اللي عايش معاهم وشي ناس كيتمشاو في الشارع الشغل ديالهم هو شي شي واحد عنده الانرجي خاصو يبت الشورت حتى هو يمص عليه كامل حنا تقول لي ملي تجيك خاصك هاد الحماس هذا صار اي بروتيكت ماي فاكين انرجي جوج ثلاثة كلاشات هضرة هكذا اي حاجة فهمتي داكشي كامل كتخدمو لصالحك ظروف خايبة كتخدمها لصالحك عندك شي حاجة خايبة في حياتك كتخدمها لصالحك شي واحد تسبك خلي عندك داكشي خليها لصالحك فرسو فيك موس